مسيحية ورسمة وشم باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام على دراعها. خسرت ولادها وبيتها بسبب علاقة مع طبيب أسنان. تعالوا بينا نشوف بعض الأسرار من حياة الفنانة المثيرة لجدل نادين الرأسي. قالت الفنانة اللبنانية نادين الرأسي خلال تصريحات سابقة إنها بتعتنق الديانة المسيحية، لكنها بتؤمن بكل الأديان وخصوصا روح الإسلام، ورسمة وشم على دراعها على اسم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وتسببت بعض الصور اللي اتنشرت ليها أو بمعنى أدق اتسربت ليها مع دكتور أسنان في خراب بيتها وخسارة أولادها وزوجها. بدأت الفنانة اللبنانية نادين الرأسي حياتها كعارضة أزياء، بعدها اتجهت لعالم الفن والشهرة ودخلت مجال التمثيل، وده بعد ما لفتت انتباه كل المنتجين بعد مشاركتها في الفيديو كليب الخاص بأغنية أرجوك للمطرب الكبير وائل جسار، وكمان كانت الموديل الأساسي في أغنية عشقتك للفنان فضل شاكر. نادين الرأسي اتجوزت أول مرة لما كان عندها 17 سنة، وده كان من حاتم حتشيتي، وخلفت منه ابنها مارك، لكن علاقتهم الزوجية ما كملتش وقرروا الانفصال لأسباب غير معلومة. أما جوازتها التانية كانت في 2001 من رجل الأعمال اللبناني جكسر أبي نادر، خلفت منه توأم وهما كارل ومارسيل، وانفصلوا في 2016 وحكمت ليها المحكمة بالحضانة على أولادها، لكن في الآخر قدر أبي نادر ياخد منها الأولاد بعد جولة قضائية جديدة، وده بعد فضحتها مع دكتور الأسنان رائد لطوف واللي كانت بتكشف عنده، وبعدها اتسربت ليهم صورة في وضع مش اللي هو. خرجت نادين ورائد بعد واقعة الصور المتسربة وأنكروا إن في أي علاقة عاطفية ما بينهم وإن كل اللي بينهم مجرد صداقة بريئة، وقال لطوف إنه راجل متجوز والصور دي كلها متفبركة. لكن المفاجأة كانت لما نادين خرجت بعدها بفترة بسيطة بتصريحات قالت فيها إن بتجمعها علاقة حب بدكتور الأسنان، وإنهم أنكروا قبل كده علشان قضية الحضانة بتاعت أطفالها، وكمان كان في مشاكل كبيرة بين رائد لطوف وزوجته عشان كان هيطلقها ويتجوز نادين في السر، وده عشان ما تخسرش حضانة أطفالها. وهجمت نادين طليقها أبي نادر وقالت إنه منعها تشوف أولادها أو حتى تكلمهم، وده عمل لها أزمة نفسية كبيرة. قالت نادين الرأسي إنها كانت عايزة تنهي حياتها وتنتحر في سنة 2018 بعد ما أخذت تقريباً 100 برشامة مهدئ، لكن مارك ابنها أنقذ حياتها في اللحظات الأخيرة. وكانت من أشهر أزمات نادين الرأسي لما أعلنت إنها ارتبطت بشاب لبناني أصغر منها بثمان سنين، واللي نزلت بعده صور وفيديوهات جريئه جدا ليهم مع بعض، لكن زي ما بيقولوا رضينا بالهم والهم مرضيش بينا، وده لان بعد فتره انفصلوا بسبب ان الشاب ده خانها مع واحده تانية. بعدها استمرت نادين في اثاره الجدل، وده لما طلعت في تصريحات تلفزيونيه وقالت ان ديانتها الحقيقيه هي المسيحيه، لكنها بتؤمن بروح الدين الاسلامي وانها رسمت وشم على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دراعها، وانها بتصوم لو معزومه على الفطار في رمضان عشان تدخل في الأجواء والروحانيات الإيمانية، وكمان بتتبع بعض تعاليم الدين الإسلامي زي كفالة الأيتام وزكاة المال، عشان تظهر تاني من يومين بالضبط في صور جديدة مع الفنان باسم ياخور وتثير الجدل بخصوص وجود علاقة حب ما بينهم، لكنها نفت الكلام ده بشكل قاطع وقالت أنا عشقت باسم من جواه وهو عشقني من جوايا، لكننا مجرد أصدقاء ولو في علاقة حب هطلع وهعلن ومش هخبي ولا هخاف من حد.